وأراد الله أن يمن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم برحلة عظيمة، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت ضيافة كريمة وتسلية وجبرا للخاطر وتعويضا عما لقيه في الطائف من الذل والهوان والجفاء والنكران، وهي من أعظم المعجزات الحسية التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس مرة واحدة يقظة لا مناما، يؤكد هذا قوله سبحانه أسرى بعبده، ويؤكد أيضا تكذيب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان مناما لما ردوا عليه وما كذبوه. ورأى صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي بناه يعقوب بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل بناء البيت الحرام بأربعين سنة، وصلى بالأنبياء إماما. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. وإنه صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، وسلم على الأنبياء الذين رآهم في السماوات، ثم ارتفع فوق ذلك إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القدر لما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، ورأى جبريل بصورته الملكية وله 600 جناح، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50 صلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة منه ولطفا بعباده. بعدما عاش النبي هذه الرحلة المباركة عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فركب البراق مرة أخرى وكان مربوطا على باب المسجد الأقصى، ثم عاد إلى البيت الحرام قبل انتهاء الليل. فلما أصبح رسول الله في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم وأذاهم وضراوتهم، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له، فطفق يخبرهم عن آياته، ولم يردوا عليه شيئا إلا استهزاء به. وفي موسم الحج من السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة بذورا صالحة، فعندما أسلم 6 نفر من الخزرج ذهبوا إلى المدينة وحملوا إليها رسالة الإسلام، وقد أثمرت جهودهم بخروج 12 رجلا من الذين أسلموا، فيهم 6 الذين كلمهم النبي في الموسم السابق، ولقد لقيهم وعقد معهم بيعة على الإيمان بالله وحده والتمسك بفضائل الأعمال والبعد عن مناكرها. هذا ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه، ولكن الجاهلية تنكره عليه. سبحان الله العظيم، أيكره هذه العهود إلا من يحب للناس الريبة وينشر في الأرض الفساد؟ لقد بعث رسول الله أخانا مصعب بن عمير لأهل يثرب ليعلمهم أمر دينهم. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فكلمة التوحيد
هي التي بعث بها الله نبيه محمد رحمة للعالمين. وماذا عن عبادة الأصنام يا مصعب؟ باطلة، فهي شرك بالله الواحد الأحد، فلا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. وماذا عن أخلاق الجاهلية؟ أما عن أخلاق الجاهلية فتمحوها كلمة لا إله إلا الله عند دخولها القلوب، وكلما زاد إيمان العبد زادت أخلاقه، وكلما نقصت ظهرت عليه آثار الجاهلية. وماذا عن الصلاة؟ يا أهل يثرب، الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فهيا لأعلمكم. فكان هذا هو التمهيد لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان مصعب بن عمير هو السفير الأول بعد بيعة العقبة الأولى. يا مصعب، لقد هدى الله الناس إلى الإسلام بفضلك. يا أسعد يا ابن زرارة، هذا فضل الله لا فضلي، لعل الله أراد أن يعمر بالإيمان والقرآن القلوب. أظن أن رسول الله سيسعد بهذه النتائج العظيمة. أشكرك يا أسعد أن فتحت لي بيتك لأقيم فيه. إنما المؤمنون إخوة. وفي العام 13 من البعثة، لما انتشر الإسلام في المدينة على يد مصعب بن عمير، ورسول الله في مكة يلاقي عنة قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام، قدم وفد الأنصار في موسم الحج وكانوا 70 رجلاً وامرأتين، وقالوا: نبايعك يا رسول الله. رويداً يا أهل يثرب، فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها. فداك أبي وأمي يا رسول الله. وهكذا تمت بيعة العقبة الثانية، وأصبح الأنصار هم حواري رسول الله. وتهيأت يثرب لاستقباله. علينا أن نمنعهم من هذه الهجرة، علينا أن نفرق بين الزوج وزوجه، وأن نجردهم من أموالهم. هذه فضيحة كبرى لمكة وأهلها. لن تحدث الهجرة مهما كان الثمن، بالقتل أو بالحبس أو بأية وسيلة. رسول الله خرج في الظهيرة مع أبي بكر الصديق قاصدا المدينة. أخاف عليه من قريش وغدرها يا بلال.